ما فيش اي حد يقدر يطلعها، بالظبط. وده اللي بيتكلم فيه النجم الكبير علاء ميهوب، زائد التخطيط، زائد المدرب اللي واقف عارف هو بيعمل ايه كويس، شخصيته باينه قوي في الملعب. حاجه مهمه فريق كمان يا ميدو، اتفضل. الناس بقى اللي بتنفذ، يعني انت كل قلت كل الحاجات اللي بتؤدي للنجاح، لكن كمان بقى اللي هو العنصر الاكبر اللي انا دايما بقول عليه، اللي في الملعب، اللي اللعيبه في الملعب، نوعيه اللعيبه في الملعب، هو ده دايما بنتكلم كده. انت بتتكلم على شكل جماهيري هايل، شكل ملعب حلو، مدير فني ممتاز، خلاص. الحاجه بقى كمان اللي بضيفها معاك، اللعيبه بقى اللي هتنفذ لك. عشان كده دايما بتقول اللعيبه يا جماعه كل حاجه حلوه، لكن انا عايز بقى الناس اللي بتنفذ، النوعيه اللعيبه ايه اللي بتنفذ في الملعب، تستحمل ضغط، تستحمل تعب، يستحمل مجهود، يستحمل كده. عشان كده بقول لك دايما الانديه الكبيره، احنا دايما بنيجي نتكلم عن النادي الاهلي الكبير بقى بتاع كل الناس دي كلها، دايما بنقول ايه، في نوعيه لعيبه معينه تنفع في النادي الاهلي. ده مش كلام انشا وبنكتبه، لا دي حقيقه. ما تيجي تنقي لعيب للنادي الاهلي يا ميدو، انت بتنقي على نوعيه معينه. الناس كلها تقول لك مثلا اللعيب ده كويس ولا لا، بس انت بتدور على حاجه تانية خالص، بتدور على لعيب يستحمل حاجات كتير قوي، يستحمل ضغوط ملعب، يستحمل ضغوط بطوله، يستحمل ضغوط لو خسران كل ده. فانت بتدور على مش اي لعيب، انت بتدور على نوعيه لعيبه معينه. النادي الكبير دايما محتاج نجم كبير. نرجع للبيض ولا الفرخه، اتفضل. المدرب ولا اللعيبه؟ انا من وجهه نظري النسبه الاكبر لعيبه. اول مره اختلف معاك. لا تعال نحسبها لو عايز تحسب. طب ما انا اجيبها لك، ابسط لك الموضوع قوي. بص هبدا انا معاك. اتفضل. في لعيبه ما تشوفهاش غير لما يجي مدرب يبينها. ابسط مثال، اتفضل، تكيس مدرب وادي دجله السنه دي باين لعيبه احنا ما كناش شايفينها، لعيبه كمان الانديه الكبيره عايزاها، باسلوب لعب، بان هو بيدي اللعيب فرصه ان هو يطلع كل حاجه عنده، ان هو بيخلي اللعيب مش مضغوط كويس. فالمدرب بشخصيه المدرب ليه دور كبير جدا. كويس، اتفضل حضرتك. هات احسن لعيبه في هات احسن مدرب في العالم. في العالم جوارديولا ما علينا نصر. بغض النظر عن الاسامي. كويس، ودي لعيبه نص ونص. لا انا مش قصدي نص ونص. امال قصدك ايه؟ انا قصدي لعيبه ربع الا ربع. لا قصدك ايه؟ ما بص هنكمل الحلقه كلها، هنكملها والله. ما هي ما انا بقول لك، هي كلها حاجه بتكمل بعض، تمام. لكن النسبه الاكبر للبي اللي بيأدي في الملعب. ما احنا لسه بنتكلم على الاداء اللي في الملعب. معاك اعظم مدير فني بره، تمام، والشغل كويس قوي، كل حاجه تمام كويس، لكن اللي بيأدي اللي في الملعب مش هو ده اللي مش. طب مش ما تيجي نضرب مثال. هقول لك حاجه بسرعه كده بس. اتفضل. ما انت دايما انت بتقيس اللعيب كويس او اللعيب الستار زي ما احنا بنقول، معاه مدير فني كبير على اساس يقدر يستوعب الافكار بتاعته وميته. يعني مثلا مش هجيب جوارديولا ومديله فرقه درجه ثانيه، هينفذ معاه ازاي مع نوعيه اللعيبه؟ عشان كده بقول لك انا بتفق معاك في نوعيه اللعيبه لازم تبقى بتساعد المدرب. احنا بنتكلم في مين الاكثر تاثيرا، اللعيب ولا المدرب؟ اللعيب، لان المدرب. طب استنى اقول لك حاجه، المدرب في نهاية الفيلم ده كله ايه اللي بيحصل له؟ على الخط بره بيتكلم. بالظبط. انما مين اللي بينفذ؟ اللعيب. بس بينفذه بدماغ مين؟ حلو. ايوه معاك بفكر المدرب. بالظبط. خلاص ماشي. بالزبط. لكن في الاخر التنفيذ عند اللعيب. بالظبط. عشان كده بقول لك ايه؟ لازم الانديه الكبيره لعيبه كويسه، مدرب كبير، يبقى الصوره كلها ميدو تكتمل. لو حاجه وحاجه مش ماشيه مع حاجه، تلاقي في ضلع في الصوره بعد مش موجود. دايما الاداء كبيره كده. طب هقول لك حاجه، دايما جماهير النادي الاهلي عايز اقول لك حته مش مديني فرصه بس ماشي. ما انت اللي هتدير حوار بعد كده. هقول لك حاجه، بس انا دايما انا باخد كلامك انت. دايما احنا بنتكلم هنا في دايما في قناه الاهلي على ايه؟ اعظم حاجه جماهير النادي الاهلي. بالظبط. صح؟ جماهير النادي الاهلي له دور كبير قوي في 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 اداء وشكل النادي الاهلي. بالظبط. كويس؟ جماهيرك دايما بتطلب حاجتين، نتائج واداء. حتى لو عندك لو في نتائج تحس ان هم فرحانين، بس مش الفرحه بتاعت الشكل الحلو. تمام. عشان كده دايما جماهير النادي بتطلب الصوره كامله. تمام. الصوره كامله ايه؟ اداء ونتيجه. تمام. فاهمني؟ تمام. عشان كده دايما انت عليك، عشان كده بقول لك يا لعيب النادي الاهلي عليه ايه؟ ضغط. تمام. بقول لك احنا بنكسب، لا، جمهور النادي الاهلي انت معوده على حاجه ثانيه خالص. وانت دايما هنا دايما بتابعك على تواصل مع الجماهير. حتى جماهير تبقى كسبان كان طالعه مش هي، زي مباراه البطل اثيوبيا الاخيره. انا كنت في الملعب. جيما. كسبني 2 كويس، لكن الاداء مش حلو. جماهير الفرص طلع الكتير اللي ضاعت، جماهير طالعه مش مبسوطه. فرص كتير قوي ضاعت. عشان هي جماهير ذوقها جدا يا ميدو. جمهور النادي الاهلي او
اللي بيشجع النادي الاهلي مش اللي هو يا انا عايز اكسب وكده، لا لا خالص. عشان كده بقول لك دايما مضغوط. يعني انت حتى لما جيت النادي الاهلي حسيت بضغط رهيب عليك ما كنتش متعوده، لانك في عندك ناس موضوع تاني خالص. طبعا في ناس مستنيه عايزه دايما حاجتين، بطولات وكالعاده موجوده الحمد لله في النادي الاهلي، بس لا بطولات ما تنفعنيش انا كجمهور النادي الاهلي، انا عايز كمان اداء. اسال بقى. هسالك، تعالى نطبقها عمليا. فريق النادي الاهلي على مدار العصور اتفضل مسكوا مدرب ما نجحش بيه، بقى في نفس الفتره كويس. هو نفس الجيل بيمسكوا مدرب تاني بينجح معاه كويس، بيرجع المدرب ده بيمشي بيمسكوا مدرب تاني ما بينجحش معاه. وبعد كده اسالك على الكابتن علاء مايوب نفسه، هل المدرب على مدار تاريخك كله اكيد في مدرب اثر في شخصيتك بالايجاب واكيد مدرب اثر في شخصيتك بالسلب؟ سلب لا، مش بالسلب، مش في شخصيتك انت كشخصيه، شخصيتك في الملعب لا بالسلب او ادائك. بالسلب لا، لان انا يعني ايدك بلاش بالسلب، اتأييد شويه. والله ما حد كان بايدنا ميدو، مش عايز اتكلم. ما انا هبص اقول لك حاجه، اللي انت بتقوله على فكره في علم الكوره صح جدا. تمام، دايما اقول لك ايه، الكيمياء بتاع المدرب ماشيه مع اللعيبه دي. تمام كويس، لكن يبقى انت عندك الاساس، اساس اللعيب. شايف ان حاسس انت جالك نادي وخايف تروح تقول لهم اصل المدرب اللعيبه لازم تبقى احسن والله مدرب وكده؟ عمال تهرب من السؤال ده. والله ما بهرب، انا بس بقول لك الحاجه اللي انا من يعني من قناعاتي انا. تمام. على فكره ممكن اختلف بس ما فيش مشكله. لا لا. لكن انا بقول لك دايما هو الاساس اللعيب، المدرب بيروح ويجي زي انت تقول الكيمياء دي مش ماشيه على مدرب، لكن ممكن نفس المدرب يروح لنادي تاني سبحان الله تلاقيه ماشي هايل. بالظبط. بس افتكرت حاجه؟ لا لا، تاهت ولقيناها زي ما بيقولوا. كويس، انا هضرب مثلا في الدوري المصري. تمام كويس، وواحد انا بحبه جدا بحترمه جدا، كابتن علاء عبد العال. تمام، تالقه مع مين؟ مع الداخليه. حلو، لما ساب الداخليه وراح انبي النادي الاعلى. بالظبط، في كل حاجه. ايه اللي حصل؟ ما نجحش معاه، ما حصلش التوافق ده. لما رجع تاني الداخليه لقى نفسه. فاهمني؟ لقى نفسه مع نوعيه اللعيبه دي، هي كيميا يا ميدو. يعني لعيبه الداخليه مع احترامي الكبير ليهم، تخيل بقى ماشيين مع كابتن علاء وطريقته وفكره اكتر من لعيبه انبي. مش انا بقى بقارنش بقى نوعيه لعيبه ايه، لكن انا بقارن فكر مدرب مع نوعيه لعيبه تنفذ. هو لقى نفسه مع الداخليه. اديك عمال تقول لي وهو مثال على اصلي وباين. عندي امثله كتير بس انا خايف تسيبني وتمشي، بس مش مشكله. يعني كابتن طارق العاشري مثلا. نفس الحاجه. نفس هخد لفته لفته رايح فين دلوقتي؟ البدايه بتاعته. طب ده صح؟ ده مش صح يعني. خلينا بس رجع. قول والله، قول والله. مع يعني دي ظاهره صحيه ان انا ارجع للمكان هو ولا ان انا اصعد؟ هو بيلاقي مع نفسه، بيلاقي نفسه في المكان ده، بيلاقي نفسه في المكان ده. ما انا بقول لك علاء اهو، كابتن علاء عبد العال ملاقي نفسه في داخليه. بس اكيد هو كشخص يا كابتن علاء عايز اكتر وعايز اعلى. بالظبط. لكن في الاخر ايه اللي بيحكم مدرب يا ميدو؟ نتائجه واللي بيحققه مع الفريق، الاجواء اللي حواليه. الاجواء يعني. انا هقول لك حاجه، علاء مع طبعا اكيد في فروقات كبيره قوي بين نادي انبي والداخليه، ممكن تفرقهم ماديه. لكن لو سالت علاء يقول لك انا سعيد جدا في الداخليه، انا بكسب وشكل عام حلو قوي وفي كده كيمياء بينه وبين لعيبتي. المدرب اهم حاجه بغض النظر عن الماديات ولا الشهره ولا هو حته ان هو مبسوط في المكان ده، فرحان في المكان ده، كل حواليه بيساعدوه. بالظبط، هي دي. هو بيبقى الليدر في الموضوع. بس هي دي القناعه اللي جواه، ان هو بيبقى سعيد ان بيحقق نتائج. دي عنده بفلوس الدنيا كلها. مهما تروح نادي وتاخد فلوس كتير لكن ما بتحققش نتائج. لكن ترجع في النادي اللي هو ماشي والامور كويسه بتحقق نتائج، انت كمدرب بتبقى مبسوط. تمام.